أعلن المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتضانه عرضا حول مبادرة جائزة محمد بن راشد المكتوم للسلام العالمي لنشر ثقافة السلام. وتأتي مبادرة الجائزة تحت شعار منتدى قراء السلام تزامنا مع مبادرة عام القراءة التي أطلقها سمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة السلام من خلال مفهوم القراءة من أجل السلام بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب ذلك أشار المعهد الدولي للسلام إلى أن هذه المبادرة تهدف لترسيخ ثقافة العلم والمعرفة والاطلاع على ثقافات العالم عبر مشاريع ثقافية وفكرية ومعرفية تلتقي مع أهداف المعهد الدولي للسلام الرامية إلى ترسيخ ونشر ثقافة السلام. الجائزة أيضا هذا يعني هذه إن شاء الله السنة ستكرم شخصية عالمية في شهر أكتوبر، وتكون شخصية ساهمت في السلم والسلام العالمي. مبادرتنا اليوم نتكلم عن مبادرة القراءة، هدفها أنها يعني توزع نوصل إلى قراءة 50 مليون كتاب. هي طبعا المبادرة قيمتها 3 مليون دولار، 11 مليون درهم تقريبا. نحن مبادرتنا أيضا تنصب تحت هذه المبادرة، هي منبر السلام. منبر السلام هو عبارة عن منبر إلكتروني يستطيع خلاله القارئ أن يحصل على كتب موضوعها هي عملية السلام، كل الدوريات وكل الكتب التي كتبت في السلام يعني موجودة في هذا المنبر.